اليوم حابة أشكر أولاً كل الأشخاص اللي عم يتواصلوا معنا عبر تيار.org. بدي أشكركم على التعليقات الحلوة والمسجز اللي عم تبعتون، بدي أشكركم على محبتكم، وإن شاء الله نقدر نبلش تصوير مع شخصيات مميزة وانترفيوز من بعد ما تخلص فترة فيروس كورونا. قديه حلو نهتم بالأشخاص يلي منحبهم، وقديه حلو نقدم للكبار في السن المساعدة لنقدر نتخطى سوا هالمرحلة الصعبة وخطر الإصابة بفيروس كورونا COVID-19. اجتنا هالمرحلة نحن صرنا كبار بالعمر، بدنا ندير بالنا لحالنا وقاعدين بالبيت مع عيالنا مبسوطين ندير بالنا عليهم. نعمل أكل بس أكل صحي. اليوم رح نعرض نصائح بتساعد على تقوية جهاز المناعة. شرب 8 أكواب من المياه يومياً، تجنب الساعات الطويلة قدام شاشة التلفزيون، تناول الفواكه والخضار، ابتعاد عن التدخين، تناول الوجبات الصحية والغنية بفيتامين A, E, D و C بالإضافة إلى الزنك والحديد، تجنب المأكولات الغنية بالدهون والسكريات واللحوم المصنعة لأنها بتضعف المناعة، النشاط والحركة باستمرار، والنوم يومياً من 7-9 ساعات. وإن شاء الله منقطع هالمرحلة بخير السلام يا رب. نعرف أنه في عدد من العالم عم بيعاني مؤخراً من قلة النوم بسبب الأرق والظروف اللي عم نعيشها، إنما كتير مهم نحافظ على نوم منتظم ونتخطى هالاضطرابات في النوم، بما أنه جهاز المناعة عم بيفرز خلال النوم بروتين السيتوكين يلي بيساعد بعضها على محاربة العدوى والالتهاب، كما هو إنه النظر إلى الشاشة سواء كانت شاشة تلفزيون أو هاتف محمول ممكن يخفف إيقاع الطبيعي للجسم، وبالتالي يخفف من إفراز هرمون الميلاتونين مسؤولة عن تنظيم النوم.